تسبب حادث مرور وقع بمدينة بريان في غدايا أثر خلل في مكابح شاحنة من الوزن الثقيل تسبب في خسائر مادية بعد اصطدامها بثلاث محلات ودراجة نارية، هذا وقد أحدث الحادث هلعا وسط السكان. هذا حبس بشرف القهوة وخلاه هرب تطلق بصح هذه البلاصة ديما راه يطلقوا هنا بالكمان، ورانا قبط الرئيس البلدية هدرت معاه قلت له تحمل المسؤوليه باه دير بلاك هنا ممنوع الوقوف توقف. هذا هو للولايه يجي شوف درنا طلع هنا. الحدث هذا راكم خايفين؟ الحدث هذا راه مشكل كبير وشباك، راه ربي يستر ومزيان ما فيهش الوفاه. هذه الحمد لله هكذا ونقول الحمد لله الحمد لله. هذه المره الثالثه اللي تشرى هذه الزيقه هذه. هذا قال ليه خلي الكاميون نايض ما فيه لا حتى واحد. طلع قولوا الفرنجه داخلين هنا، مزيان الشعب اللي كان مجمول هنايا تفرك هات الناس تعيط. بعد حتى تدخل لشمول الحانوت. سي لاكاط هذا الرابع من الكامل اللي راه يدير العبسه هكذا يطلق. نورمالمون ينحوا له باب دو دي طون باش يدخل البلاد. اللور ينحوا له 20 طون ما يدخلش البلاد. ما كانش ضحايا ما كانش. ما كان حتى ضحايا. كان ديكا تاع ماتريال وخلاص. كان المحل هم ثلاث محلات. ثلاث حوانيت كاملين راهم ضعضعوا كامل. وخطره واحد دخل بالحانوت هذاك راه وراه راه. سيم يطلق من فما دخل في الحانوت هذا هذه من السابعة على من الثامنة توقع